تشهد العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة تقدما وتطورا وازدهارا على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل عقود طويلة. نعم، وتعد العلاقات البحرينية المصرية نموذجا في التلاحم والعمل العربي المشترك والحرص على السلام الإقليمي والدولي وإرساء قيم التسامح والانفتاح العلمي والثقافي والحضاري. تتميز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بالاستقرار والأخوية، حيث تنطلق المنامة والقاهرة من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة ليشكل عبر التعاون والتضامن ووحدة الصف مرساة أمان للمنطقة. البحرين القلب النابض بتاريخها وموقعها الجغرافي وتراثها الإنساني، ومصر العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته. وتتسم العلاقات البحرينية المصرية بقوتها وصلابتها، وتعززت ونمت في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، انطلاقا من دور البلدين الشقيقين المحوري في المنطقة. ويضاف لها صفحات مضيئة وفصول راسخة من التواصل والتكامل، لتتجه بوصلة العلاقات دائما نحو آفاق أرحب، لتثبت متانة العلاقات البحرينية المصرية وما تستند إليه من إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية، حيث تحظى مصر بمكانة متميزة لدى جلالة الملك المعظم ومملكة البحرين حكومة وشعبا، تترجم بشكل واقعي في الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، بمواقف نبيلة تحسب لمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة. بلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن والاحترام والتقدير المتبادل، حتى غدت العلاقات بين البلدين من النماذج الفريدة التي يشار إليها بالبنان في المنطقة. وفي ذاكرة العلاقات يقف البلدان بكل ثقليهما دائما إلى جانب بعضهما البعض في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والعسكرية، فالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، إضافة إلى أهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي.